أهلا ومرحبا بكم اليوم بدرس جديد من دروس الـ CCNAX المنهج الجديد. اليوم حنتكلم على ثلاث مواضيع، يمكن نقسم المحاضرة إلى محاضرتين أو اثنين. حنتكلم على الـ VLAN Routing، والموضوع الثاني حيكون SVI Switch Virtual Interface، وحنتكلم على الـ Routed Port. طبعا ثلاث مواضيع هي تصب بمعنى واحد، هي كيفية عمل Routing بالمالتي لاير سويتش. مرة أخرى، فائدة هاي الثلاث مواضيع هي عملية الروتينج وكيف ننسق بين شبكات مختلفة في بيئة السويتش أو المالتي لاير سويتش. النقطة الأولى الفينان روتينج، راح نحتاج سويتش لاير 2، وممكن أنه نطبقها بالسويتش مالتي لاير، بس عموما حنستخدم سويتش لاير 2 مع راوتر، مع جهاز الراوتر. النقطة الثانية SVI، حنستخدم فقط السويتش المالتي لاير، والنقطة الأخيرة كذلك حنستخدم المالتي لاير سويتش. بس قبل ما نتكلم على الكونفيجريشن ومفاهيم كل واحدة، شنو الفيلان روتينج؟ كثير من الطلبة عندهم إشكال بهذا الموضوع، أو يمكن هذا الموضوع شوية غير واضح، فنريد نوضح الفيلان روتينج بالبداية وبعدين نجي على نقطة نقطة نسوينا الكونفيجر. بالبداية هاي عندي شبكة هنا، ومثل ما تشوف سويتش مرتبط بثلاث فيلانات، وخلي نقول هاي الفيلان الأولى أو فيلان 100، وهاي فيلان 200، هاي فيلان 200، وهاي عندي فيلان حصير 300. طبعا حتقول لي زين فيلان روتينج فكرتها شنو؟ فيلان روتينج فكرتها انه نسوي روتينج ونخلي الفيلانات المختلفة الارقام انه واحدة تشوف بعضها، حيصير عندك هنا الاشكال. حتقول لي هاي فيلان 100 و 200 و 300، واحدة ما تشوف اللوخ. اذا انا اريد اسوي واحدة تشوف اللوخ او يصير روتينج بيناتهم، فجدا سهلة، فقط امسح الفيلان، يعني امسح الفيلانات على وجه دا أدوخ وأسوي روتينج وهيدك، فقط أمسح الفيلانات وينتهي الموضوع. ممتاز، هاي فكرة صحيحة، بس أنت تفكر يعني أو تحاول تلقى حل للسؤال اللي سألت لك إياه، أنه كيف نسوي روتينج للفيلان، تفكر أنه تجي حل ببيئة خاطئة. يعني شنو؟ لاحظ النيتورك اللي موجود هنا هي نيتورك واحدة، 192.168.1.1.1.2.1.3، فأني أصلاً ما محتاج أسوي الروتينج، لأنه إذا محتاج أنا أسوي الروتينج على وش قسمت هنا الفيلانات. زين، لعد فكرة الفيلان روتينج شنو؟ هنا أنا الفكرة، لاحظ وياي. الفيلان روتينج لازم تفهمها بمفهوم إنه إذا عندك ثلاث شبكات مختلفة أو أربع شبكات أو أكثر من شبكة واحدة، يعني قصدي لاحظ الشبكة الأولى اللي هي فيلان 100، بالرغم من هي فيلان 100 هي شبكتها والآي بي مالتها 10.10.10، والفيلان 200 هنا فيلان 200 هي الشبكة مالتها أو النيتورك مالتها مثلا 20.20.20، وهاي فيلان 300 اللي الشبكة مالتها 192.168.1.1. هنا أنا ححتاج الفيلان روتينج، يعني قصدي أنت فكرتك صحيحة بهاي الشبكة، فقط ألغي الفيلانات ويصير عندي، بس ما ممكن يعني تفكر بمبدأ الفيلان روتينج بشبكة واحدة. هذا وين برودكاست؟ يعني هنا أنا هاي شيء شبكة واحدة، ليش أسوي لها فيلان روتينج يعني؟ أوكي؟ فلذلك لازم تفهم أنه فكرة الفيلان روتينج ينطرح أو يبدي التفكير به أو يبدي يعني يطرح نفسه كحل في الشبكات المختلفة. هنا أنا حيبدي يعني تكون الصورة أوضح، عندي ثلاث شبكات، عوف الفيلانات بالبداية، أترك الفيلانات، لاحظ عندي ثلاث شبكات أو ثلاث كمبيوترات مختلفة الآي بي. فقال لك شو تسوي؟ قال لك الجئ الموضوع اسمه فيلان روتينج. يا بفكرة الفيلان روتينج شنو؟ قال لك أول شيء سوي فيلانات وقسم الشبكات على الفيلانات ذني، وبعدين جيب لاير 3 ديفايس يعني راوتر، اوكي، وربطه معاهم ويبدي يسوي فيلان روتينج. اجيب هذا واسوي فيلان روتينج.
قبل ما أسوي الفيلان روتينج لازم تفهم مرة أخرى الفيلان روتينج فكرتها في شبكات مختلفة، في different broadcast وليس في broadcast واحد. خلينا نجي نشوف الconfiguration شلون حيصير بالنسبة لأول طريقة من طرق الفيلان روتينج اللي يسموها السويتش فيلان روتينج النقطة الأولى. أوكي، عندنا ثلاث شبكات 10 10 10 و 20 20 20 و 192 168 1 1 نريد نسوي لهن روتينج بيناتهم. لاحظ وياي حتقول لي زين هن شبكات مختلفة، انه انت حتخلي فيلان يعني الموضوع حيسوء اكثر، ما ممكن يصير روتينج بيناتهم. اقول لك اصبر لي حنشوف الفيلان روتينج شلون حساعدنا. اول ما اجي لشبكات مختلفه مثل ما تشوفها حروح انزل الاي بيات بالكمبيوترات بالبدايه ديسكتوب، واروح اخلي الاي بي الاول 10.10.10. طبعا استخدم يعني اغير السبنت ماسك ممكن و 10.10.10.1. طبعا هاي الجيت واي حتصير يعني بعدين حتصير او حنخليها بالراوتر، لحد الان ما سوينا اي كونفيجر للجيت واي بس خلينا نخليها الان. اروح على الكمبيوتر الاخر 20 20 20 20 وكذلك 255 255 255.0 و حيصير 20 20 20.1. بعدنا ان شاء الله حيصير بالراوتر، والكمبيوتر الاخير حخلي له الاي بي 192.168.1.10 نقدر نقول او 1.10. اوكي، والجيت واي حتصير 1.1. حروح على السويتش اسوي ثلاث فيلانات، يعني كونفيج تي فيلان 100 وفيلان 200 وفيلان 300. كله اكزيت، اروح على الانترفيس F0/1 اللي هو تابع للشبكة ال 10 10 10. اقول له switch port access VLAN 100. اروح على الانترفيس الاثنين اقول له access VLAN 200، واروح على الانترفيس الثلاثة اقول له access VLAN 300. نجي نشيك show VLAN، طبعا دا اشوف الفيلانات 100 و200 و300 هنا، والانترفيسات مربوطة بهن 1 و2 و3. ممتاز. بعد هاي الخطوة حنربط اللاير 3 ديفايس اللي هو الراوتر مثل ما دا اشوفه هنا، خلي اربطه معاها واشوفك اللي كونفيجريشن اللي حنسويه. هذا الراوتر اجيبه واربط به مع السويتش، طبعا لازم يكون شنو، لازم يكون ترانك، فخلي على 0 0 واروح مثلا على البورت 10. اروح على بورت 10 اسوي ترانك حتى اخلص كل الكونفيجر اللي عندنا هنا بالسويتش. كونفيج تي انترفيس F0/10 سويتش بورت مود ترانك، اسيب الكونفيجر. هسه حروح على السويتش او الراوتر العفو. بالراوتر هنا أنا شنو اللي حسوي؟ حسوي 3 سب انترفيس او 3 سب انترفيس. السب انترفيس هو تقدر تقول فيرجوال انترفيس او انترفيس ماخوذ من الفيزيكال انترفيس لمواضيع خاصه، يعني يستخدم في الفيلان روتينج، مرات يستخدم بالسيريال بالفريم ريلي. احنا حنستخدمه شنو؟ حنستخدمه بموضوع الفيلان روتينج. من هذا الفيزيكال انترفيس اللي هو في F0/0 حسوي ثلاث انترفيسات سب انترفيس. الاول حيكون جيت واي لهاي الشبكه، الاول حيكون جيت واي للشبكه 10 10 10، والثاني حيكون جيت واي للشبكه 2 2 او 20 20 20، والثالث حيكون شبكه جيت واي لل 192 1 1. خلينا نجي نشوف شلون نسوي السب انترفيس. حروح على الراوتر اقول له نو ENA config T interface F0/0 وسوي دوت وخلي رقم هنا. أنا طبعا تقدر تخلي اي رقم بس انا حكتب 100، وهذا حيكون شنو؟ حيكون هو gateway لفيلان 100 لجماعة العشرة 10 10 10. اقول له انتر، لاحظوا يا صار sub if. السب اي اف
لمواضيع خاصة مثل ما قلت لك، هو مو نفس الفيزيكال مثل مواضيع الفريم ريلي الدي ال سي اي، وكذلك مثل مواضيع او الموضوعنا اللي هو الفينان روتينج. حخلي اي بي ادرس واشوف المشكلة شنو. 10.10.10.1.255.255.255.0. طبعا خليته اي بي واحد حتى يكون جيت واي لجماعه الفيلان 100. اقول له انتر، يعطيني مسج يقول لي هذا الانترفيس ترى مو انترفيس عادي، ما يقبل اي بي يعني دايركتلي، لازم تخليه له فشي يسموه الانكابسوليشن بروتوكول. اذا تتذكر بمحاضراتنا السابقه كان فشي اسمه تاجنج بروتوكول او انكابسوليشن بروتوكول، اللي عندنا هن اثنين الاي اس ال وال 802.1 كيو. قال لك ولازم تخلي الفيلان نمبر كذلك، لانه هذا التاجنج بروتوكول مو ما يفهم الاوتوماتيكلي تاجنج، لازم انت تعطي مانيوالي فيلان نمبر. زين كيف نسوي هذا الشيء؟ حنقول له انكابسوليشن دي او تي 1 كيو اللي هي نفسها ال 802.1 كيو. اوكي زين، اقول له انتر يقول لي انكومبليت كومنت. زين شو تريد؟ كويشن مارك. يقول لك انا اريد الفيلان اي دي او رقم الاي دي او الفيلان اللي حتعتبر تحت هذا الاي بي او تحت هذا الانترفيس. طبعا هو خاص بالفيلان 100 فحكتب 100 فقط. اجي اضيف الاي بي هسه حينضاف بدون مشاكل. اقول له اكزت، اسوي انترفيس اخر f0/0. وحسميه 200 مثلا هذا انكابسوليشن، واقول له دي او تي 1 كيو، واعطيه رقم الفيلان 200 لاحظ، واسوي له الاي بي ادرس مالته هذا حيكون 20.20.20.1 255.255.255.0. وبعدها اقول اكزت واسوي انترفيس اخر اللي هو 300 اللي خاص بالفيلان 300، وطبعا انكابسوليشن بروتوكول دي او تي 1 كيو 300، واخلي له الاي بي اللي هو حيكون اي بي ادرس 192.168.1.1.255.255.255.0. اكزت. قبل ما اقول اكزت، نو شت داون هل يعمل هنا بالسب انترفيس؟ لا، النو شت داون ما يشتغل بالسب انترفيس، لازم تروح على الفيزيكال انترفيس f0/0 وتقول له نو شت داون. لاحظ يعطيني 3 مرات اب او 4 مرات، 3 اب للسب انترفيس وواحد للفيزيكال. اوكي يعني شغل 3 سب انترفيس وواحد الفيزيكال. شو اي بي انترفيس بريف، خلينا نشوف. لاحظ سويت الاربعة اب يعني واحد الفيزيكال وثلاثة السب انترفيس اللي اشتغلناها. بعد هذا الكونفيجريشن هل حيصير عندي روتينج؟ خلينا نجي نشوف نسوي بينج بين النيتورك الاولى مع النيتورك الثانية ونشوف الريزلت. طبعا انا الاي بي مالتي 10.10.10، خليني اجي اسوي بينج على ال 20، بينج على ال 20.20.20.20 الكمبيوتر، وخلي اشوف الريزلت اللي حيصير. رجع لي ريبلاي، صارت الشبكه عندي ممتازه هنا. اقدر كذلك من ال 192.168 هنا هاي الاي بي مالتي، اقدر اسوي كذلك بينج للعشرة عشرة 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 اللي هي النيتورك باللون الجرين هنا الفيلان. هاي فائدة الفيلان روتينج، لاحظ صار عندي روتينج وبينج من اي مكان او فول كونكتيفيتي بالشبكة اللي دا اشتغل بيها. السؤال الاخير هنا، ما هو الروت بروتوكول المستخدم بهذا السيناريو؟ نقدر نقول فيلان روتينج. طبعا لازم تعرف هذا الشيء، شيء مهم جدا، الكونكتد بروتوكول. كيف اعرف؟ شو اي بي روت، لاحظ السي، السي يعتبر شنو؟ يعتبر كونكتد. فاذا واحد ساله قال لك شنو الروت البروتوكول اللي دا يعمل بهذا السيناريو او بالفيلان روتينج باي ديفولت، هو الروت المتعارف عليه الكونكتد اللي ما يحتاج اي روت بروتوكول، فقط يسوي روتينج مع الدايركت كونكتد انترفيس. هاي فكرة الفيلان روتينج. خليني نجي نشوف الفكرة الأخرى اللي تشتغل بالمالتي لاير سويتش اللي يسموها الـ SVI Switch Virtual Interface. اوكي الـ SVI أو الـ Switch Virtual Interface حيفيدنا أنه نقدر نسوي الـ VLAN نفسها Interface، يعني الـ VLAN تعتبر بالمالتي لاير سويتش هي Interface مستقل، ونقدر نضيف لـ IP حتى يكون كـ Gateway أو يعتبر كـ Gateway بالكمبيوترات اللي أمامنا. المثال مال الـ SVI، طبعا حقيقة الـ SVI ما تكمل صورته بشكل صحيح إذا ما نشتغل مع الـ Routed Port،
او الراوتد بورد. هشتغل الاس في اي بالبدايه حتى اشوفك فكرتها، وبعدين حمزج الاس في اي مع الراوتد بورد كلاب حتى تقدر تفهم الفكره. هنا انا عندي فيلان 10 وعندي فيلان 20، طبعا مختلفات الاي بي. ومره اخرى الفيلان روتينج هي الكونسبت مالته او المفهوم مالته انه يعمل بشبكات مختلفه. عندنا شبكتين، اكثر من شبكتين مختلفه، فنريد نسوي بيناتهم الروت، نقدر نروح على موضوع الفيلان روتينج. بس ما تقول لي تعال سوي فيلان روتينج بشبكه واحده او ببرودكاست واحد، وفهمنا هاي الفكره في بدايه درسنا. هروح على الكمبيوترات اعطيهم اي بي، وخل اشوفك اني معطيهم اي بي هنا. هذا 10 10 والجيت واي حتصير 10 1 اللي هي الفيلان 100 او الفيلان 10 العفو مال هذا. وكذلك هنا تلاحظ الاي بي ادريس هو 20 والجيت واي لازم تكون العفو 20 1 كذلك. زين خل نجي نشوف الكونفيجريشن. طبعا ما يقدرون يتصلون ليش؟ شبكتين مختلفه. خلي اجي اسوي فيلانات ENA config t interface العفو VLAN VLAN 10 و VLAN 20 exit. اروح على الانترفيس F0/1 اللي هو اول كمبيوتر، اقول انت switch port access VLAN 10، واروح على الانترفيس الاخر 2 واقول انت VLAN 20. زين كيف حسوي VLAN routing بيناتهم؟ هستخدم ال SVI ال Switch Virtual Interface. كيف هذا يكون؟ config t interface VLAN 10 enter. لاحظ رأسا سوالي no shutdown عليها وشغال ليها change status to up. السويتشات القديمة يحتاج تكتب no shutdown. أخلي لها IP address 192.168.10.1 و 255.255.255.0. مرة أخرى حتكون هاي شنو؟ حتكون هاي ال gateway او الفيلان 10 او الانترفيس فيلان 10 حيكون gateway لشبكه ال 192.168.10.0. طبعا السويتشات القديمه نكتب نو شت داون، بس حاليا ما نحتاجه، اقول له اكزت. وبعدين انترفيس اف العفو فيلان 20 هسه نقول له الاي بي ادريس مالته 192.168.20.1.255.255.255.0 و no shutdown كذلك بالسويتشات القديمة. انتهى الروتينج هنا، وتأكد انه الكمبيوترات اللي هنا لازم عندهم الجيت واي نفسها اللي هي VLAN number اللي هو VLAN number. حيصير روتينج بيناتهم اكيد. ليش؟ لانه التو VLAN هي direct connected. طبعا انا حسوي بينج هسه الاي بي مالتي هو 10 10، حسوي بينج على ال 20 20، بينج 192.168.20.20 اللي هو الطرف الاخر او الكمبيوتر الاخر اللي هو هذا. وخليني نجي نشوف الريزلت هنا. طبعا ريكوست تايم اوت. ليش؟ لانه نسينا امر مهم جدا بالمالتي لاير سويتش لازم نخليه اللي هو اي بي روتينج. كونفيج تي ونكتب له اي بي روتينج IP routing ونقول له انتر. هذا الامر حيفعل خاصية الروتينج بالمالتي لاير سويتش. خلينا نجي نشوف نسوي بينج حاليا من عندهم البينج اللي هو على 20 20، وخلينا نجي نشوف الريزلت. لاحظ رجع ريبلاي. اذا امر الاي بي روتينج جدا مهم. بالبداية كان ما عندنا، لازم نتكلم لازم نخلي هذا الامر. لاحظ اذا امر الاي بي روتينج جدا مهم، تقدر تخليه بالمالتي لاير سويتش حتى تفعل خاصيه الروتينج. الامر الاخر المهم جدا حتى تتاكد يا روت بروتوكول ده يشتغل، تقدر تكتب شو اي بي روت. شو اي بي روت هتلقى انه الروتينج اللي ده يشتغل هو كونكتد، الراوتر اللي ده يشتغل هو كونكتد. ولاحظ الانترفيس دايركت كونكتد على الفيلان 10 والفيلان 20. مثل ما قلنا انه الـ SVI او الـ Switch Virtual Interface او الـ Switch VLAN Interface فكرتها تصير اوضح مع الـ Routed Port. خلينا نجي نشوف شنو فكرة الـ Routed Port. الـ Routed Port هي عملية تحويل الـ Interface من Layer 2 إلى Layer 3، يعني تخلي الـ Interface يقبل IP Address. زين كيف يكون هذا؟ خليني أعطيك مثال. Config T interface F0/10
خليه له اي بي ادرس، لاحظ ما يقبل، حتى كويستشن مارك يقول لك ان ريكوجنايز كومنتس، يقول لك هذا الامر ما موجود. ليش؟ لانه الانترفيس رقم 10 بالسويتش المالتي لاير هو باي ديفولت لاير 2، واللاير 2 مثل ما نعرف ما يفهم الاي بي ادرس. زين شلون نحوله؟ حنكتب امر اسمه نو سويتش بورت. نو سويتش بورت حيحول لي الانترفيس من لاير 2 الى لاير 3، يعني حيبدي ياخذ اي بي ويصير حاله حال الراوتر. اكيد خلينا نجي نجرب اي بي ادرس. لاحظ اي بي ادرس، واقدر اسوي 10.10.10.255.255.255.0 قبل اي بي واقول له نو شت داون، وحيشتغل طبيعي كانما هو انترفيس. اريد ارجع لحالته الطبيعيه او لحاله اللاير 2، اكثر اكتب سويتش بورت، حيرجع من لاير 3 الى لاير 2. اذا عندنا امر مهم جدا اسمه نو سويتش بورت لتحويل الانترفيس بالمالتي لاير سويتش من لاير 2 الى لاير 3، ونفس الامر بدون النو اللي هو السويتش بورت يحول او يرجع الانترفيس من اللاير 3 الى اللاير 2. حنيجي نمزج فكره الاس في اي مع الروتين روتد بورت. اوكي، وكيف نسوي روتد بورت؟ خلينا نجي نشوف الفكره الروتد بورت. اوكي، عندي رسمه هنا تتكون من 4 فيلان، فيلان 10، فيلان 20، فيلان 30، وفيلان 40. وطبعا مره ثالثه اعيد واكرر انه different network او بشبكات مختلفة. هنا 10.0 network، 20.0، 30.0، 40.0. اللي اريد شنو؟ اريد كل هاي الفيلانات تصير routing بيناتهم، يعني الفيلان العشرة تقدر تشوف العشرين والثلاثين والاربعين. زين هذا اللي حيصير شنو؟ حسوي routed port على هذا الانترفيس اللي هو port 24. هنا أنا لاحظ بورت 24 وبورت 24. كيف اسوي هذا الشيء؟ اول شيء اروح على الكمبيوترات، انزل الاي بي وانزل الجيت واي اللي حسويها بعدين، يعني انا بعدي ما مسوي الجيت واي. اول شبكه الجيت واي حصير 10.1، النيتورك الاخرى هاي حصير الشبكه مالته 20.2، عفوا خلص الله 20.2 هنا، وهاي الشبكه حتصير 30.1، 30.1 مثل ما تشوف هنا، وكذلك الشبكة الأخيرة حتصير الجيتوي 40.1. 40.1 ممتاز. أروح أسوي فيلان هنا 2، فيلان 10 وفيلان 20، وكذلك هنا فيلان 10 30 و40، ونزل لها اي بي واستخدم الاس في اي اللي شفناه قبل هذا التمرين. يعني كونفيج تي، اسمي هذا السويتش هوست SW1 مثلا سويتش، اقول له انترفيس، طبعا اقول فينان 10 وفينان 20، سويت تو فينان، اقول له اكسيت انترفيس F0/1 اللي هو بشبكه العشرة، اقول له يابا انت سويتش بورت اكسس فينان 10، واروح على الانترفيس 2 اقول له سويتش بورت اكسس فينان 20. بعد هذا شنو؟ اسوي الاس في اي اللي تعلمناه قبل هذا التمرين، انترفيس فيلان 10، لاحظ اب، اقول له اي بي ادرس واعطي ال 10.1 اللي يعتبر جيت واي بالنسبه للشبكه الاولى او للفينان 10. سبنت ماسك، طبعا نو شت داون تحتاج بالسويتشات القديمه، اكزيت انترفيس فينان 20، اي بي ادريس حيصير 20.1، سبنت ماسك ونو شت داون كذلك. اذا خلي اجي اشوف شو فينان، العفو شو اي بي راوت. اوكي، وتلاحظ النيتورك الكونكتد 10 و20 اللي هي دايركت كونكتد فيلان 10 و20. انتبه لي مرة أخرى، الروتينج ما ممكن يعمل إذا تنسى أمر الـ IP Routing، لازم تكتب هذا الأمر حتى يتفعل خاصية الروتينج بالمالتي لاير سويتش. ممتاز، أسيب الكونفيجر. اوكي، أروح على السويتش الثاني، حسوي فيلان 30 و40 وأربط بيها بالإنترفيس. ENA config t
انترفيس خلي اغير الهوست نيم هوست SW2 هذا حيصير اقول له VLAN 30 VLAN 40 اوكي وبعدين اقول له اكزيت اقدر اقول له انترفيس VLAN خلي اربط الانترفيسات بالبداية انترفيس F0/1 سويتش بورت اكسس VLAN 30 واروح الثاني اقول له انت اكسس VLAN 40 طبعا اكسيت واقول له انترفيس F0/ VLAN 30 حطي الاي بي 30.1 30.1 سبنيت ماسك اوكي اكسيت VLAN 40 اي بي ادريس حتصير 40.1 40.1 255.255.255.0 ممتاز اكسيت اوكي هنيجي نشوف شو VLAN اوكي العفو شو VLAN شفناها يعني شو اي بي روت اوكي لاحظ الكونكتد عندي 30 و40 طبعا اقدر هنا شنو اللي اسوي اقدر اسوي الامر المهم مره اخرى اللي هو الاي بي روتينج اوكي اي بي روتينج اوكي اقول له انتر واسيف الكونفيجر بس عندي هسه مشكله شنو هي انه دبليو ار ام اي بس اسيف عندي مشكله انه انا من الشبكه 10 و20 دي يشوف يعني العشرة دي تشوف العشرين بس الشبكة 30 مع العشرة والعشرين ما تشوفها وكذلك الأربعين ما يقدر يشوف العشرة والعشرين يعني نقدر نقول بالرسمة اللي أمامنا الشبكة الأحمر مع اليلو دي يصير كونكتد بيناتهم بس الأحمر واليلو ما يقدر يتصل بالبلو والجرين كيف نسوي الروتينج بيناتهم طبعا من خلال هذا اللينك اللي بيناتهم هنا نقدر هذا اللينك اللي هو على بورت 24 اقدر اروح اقول له انت على VLAN 50 مثلا واخلي الانترفيس يشتغل بيناتهم بس انا اريد شنو اسوي نو سويتش بورت اسوي فكرة انه سويتش بورت خلينا نجي نشوف شلون حنسوي نو سويتش بورت اول شيء حروح على السويتش الاول واروح على الانترفيس رقم 24 وحول الحالة مالته من اللاير 2 لللاير 3 يعني هذا الكونفيجريشن بشكل مختصر وهاي الشبكة حتصير 50 او شبكة 50.1 و50.2 فاروح على السويتش الاول config t interface f0/24 واقول له no switch port تحول من اللاير 2 الى اللاير 3 اقدر اخلي الاي بي ادرس .50.1 هذا حيصير اوكي 255.255.255.0 طبعا نو شت داون ما يحتاج حاليا اكزيت اوكي واروح على الاخر الطرف الاخر واقول له كذلك نو سويتش بورت على بورت 24 بالسويتش 2 انترفيس F0/24 واقول له سويتش بورت العفو نو سويتش بورت طبعا اخلي الاي بي ادريس حيصير 50.50.2 و255.255.255.0 اوكي ونو شت داون اذا تحب السويتشات طبعا لحد الان شو اي بي روت ما صار شيء جديد بس انضافت شبكة الخمسين وكذلك بالسويتش الاول انضافت شبكة الخمسين خلينا نجي نشوف شو اي بي روت اوكي بس عندي العشرة والعشرين والخمسين وين الثلاثين والاربعين بعدني ما عندي ما موجودة وما متوفرة عندي زين شلون اسوي الحل او شلون اقدر القى الروتينج موجود بالسويتشات ال1 وال2 حسوي مثلا او اختار روت بروتوكول اللي هو روتينج الاي اي جي ار بي مثلا اقول لك كونفيج تي راوتر اي اي جي ار بي 100 مثلا وانزل شبكات الكونكتد اللي هي 10.0
وانزل ال 20.0 وانزل ال 50.0 اللي هي حتصير البريدج او اللينك اللي بين السويتشات 50.0. طبعا ما نحتاج نو اوتو سمري لانه كلاس سي يعني وشغال عادي وبالسبنت ماسك الطبيعي مالته. حروح على السويتش الثاني كذلك كونفيج تي واقول له راوتر يا جي ار بي طبعا بنفس الاي اس او نفس الاوتونوماس سيستم، وانزل الشبكات اللي هي 30 40 50 نت 168.30.0.40.0 وال 50.0 اللي هي حتسوي اللينك او حتاسس الاتصال. لاحظ النيبرز اب وخليني نجي نشوف الريزلت شو اي بي راوت. هشوف الشبكات هنا أنا موجودة عندي، العشرة والعشرين جتي من خلال الـ IGRP مثل ما تلاحظ، وصارت عندي 10 20 30 40 50. وكذلك إذا أروح بالسويتش الأول كنت قبل أبحث عن 30 و40 أو شبكة 30 و40 لأنه أنا كنت فاقدها. لاحظ هسه بنسوي Show IP Route، حشوف شبكة العشرة عشرين اللي هي connected والثلاثين واربعين جت من خلال الدي اللي هو الـ EIGRP. هاي فكرة الـ Routed Port أو الـ Routed Interface أو تحويل الـ Interface الوسطي اللي هو أمامك هنا، تحويله من الـ Layer 2 إلى الـ Layer 3 ووضع IPV من الطرفين وعمل Root Protocol IGRP. ممكن تسوي RIP، ممكن تسوي RIPv2، ممكن تسوي OSPF، أي Root Protocol، وحتى ممكن كذلك تسوي Static Root. Okay. فهذا مزيج أو نقدر نقول مزيج بين الـ SVI بهذا الطرف okay. و SVI بالطرف الآخر و روتد بورت بالطرف الوسطي او بين السويتشات الاخرى. هاي فكره الروتينج بالمالتي لاير سويتشنج واللي هي مواضيع جديده، يعني الاس في اي والروتد بورت او النو سويتش بورت وتحويل البورت من اللاير 2 لللاير 3 هي مواضيع كانت سابقا بالسي سي ام بي ونزلوها اللي هي السي سي ان اي اكس المنهج الجديد. يا رب تكون الفكره وضحت عندك. كان موضوعنا على الفيلان روتينج بالبدايه، وبعدين اشتغلنا اس في اي، وبعدين اشتغلنا الروتد بورت ومزيج من الاس في اي. يا رب تكون الفكره وصلت لك ان شاء الله. نشوفكم بدروس جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم.